يمكن أقل من 24 ساعة ويخوض النادي الأهلي مباراة ببطولة. مواجهة قوية جدا مع نادي بيراميدز، واحد من الأندية المهمة واللي عنده مجموعة لاعبين جيدين. هنلعب هذه المباراة وكالعادة ورانا جمهورنا، جمهور النادي الأهلي اللي عمل ملحمة عظيمة جدا أمام نادي الهلال السوداني، وكان أحد الأسباب أو السبب الرئيسي في صعود النادي الأهلي لربع النهائي دوري أبطال إفريقيا، وخرج النادي الأهلي من عنق الزجاجة الحقيقة بفضل تواجد جمهور. إن شاء الله الجمهور هيكون موجود في مدرجات استاد القاهرة بإذن الله. بإذن الله هنشجع بكل حماس من أول دقيقة لغاية التتويج إن شاء الله. الأهلي دايما بيلعب لتحقيق البطولة ورغم ضغط المباريات وتداخل المواسم، لكن عندنا فريق متواجد وبينافس على كل الألقاب. احنا حتى هذه اللحظة ما خدناش حاجة، مبسوطين وسعداء وكل حاجة، ولكن حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم ما خدناش أي حاجة، ولا خدنا دوري ولا خدنا دوري أبطال إفريقيا ولا خدنا كاس ولا خدنا حاجة. احنا عملنا مباريات جيدة، بدأناها مع مارسيل كولر ما فيش غير ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك، ولعبنا كاس العالم للأندية، ثم صعدنا للدور ربع النهائي في دوري الأبطال. إن شاء الله ليالي رمضان الجميلة تكمل بكأس مصر بكرة إن شاء الله يا عبد الرحمن. هي مباراة مش سهلة طبعا يا كابتن. طبعا أكيد الأهلي عودنا دايما على الانتصارات والمكسب في كل مبارياته في كل البطولات. مظبوط. يمكن الظروف يعني اللي احنا فيها دلوقتي، وجود الجمهور في النادي الأهلي، وجود جمهور النادي الأهلي وراه في الوقت الحالي ومستنين طبعا المباراة دي عشان يحتفلوا ببطولة جديدة في مشوار السنة دي. الأهلي في حالة معنوية مرتفعة جدا، خصوصا بعد التأهل لبطولة أفريقيا اللي كان صعب قدام الهلال، والفوز على المحلة بعد طبعًا كده برضه. طبعا وطبعا كمان يا كابتن في نقطة مهمة جدا، اتفضل. فريق بيراميدز منافس أمام الأهلي حتى لو هو في أضعف حالاته في الدوري، لكن هو قدام الأهلي منافس قوي ومنافس شرس قدام النادي الأهلي تحديدا يعني. فبالتالي المباراة دي ليها حسابات كتير جدا. احنا بالنسبة لنا بنلعب على بطولة، بنلعب بطولة الكاس، بتلعب على بطولة. انا شايف ان الموسم ده ان انت تاخد بطوله، هو طبعا ده كاس السنه اللي فاتت ودي شيء كوميدي جدا يعني ان هو كاس السنه اللي فاتت، بس انا شايف ان انت هتاخد بطوله في وسط الموسم دي شيء يديك دافع في بطوله افريقيا. ربنا يكرمنا ان شاء الله. بس يديك دافع ان شاء الله في بطوله الدوري اللي انت فارق فيها بنسبه كويسه عن بقيه الفرق او اقرب منافسيك، لكن الاهم بالنسبه لي ان هي بطوله جايه في نص الموسم هتدي باور كبير جدا لقدام. خلي بالك هتودينا لبطوله تانية. طبعا بطوله السوبر، وبطوله السوبر دي مهمه جدا لان كمان تنظيمها بيبقى بشكل خاص جدا في دوله الامارات الشقيقه طبعا يعني. الحقيقه انا كنت نفسي اشوف ساعه كامله للاستاد طبعًا. انا بصراحه واحد من الناس اللي كنت اتمنى وجود ساعه كامله، خصوصا بعد الالتزام الرائع من جمهور النادي الاهلي في مباراته امام الهلال، ولكن في النهايه زي ما التزم جمهور النادي الاهلي يوم مباراه الهلال، احنا انا شخصيا انا ما عنديش شك يا كابتن في التزام جمهور الاهلي. لا طبعا ما عندناش شك في ده، احنا متفقين على هذا الامر، ولكن بالنسبه لي انا بقى من بعد المباراة الأخيرة ومن بعد وقفة وزارة الداخلية مع جمهور النادي الأهلي ومع كل الجماهير الحقيقة المصرية، الحقيقة برضو النهاردة قالوا 20، خلاص يبقى 20، احنا في ظهر الوزارة والوزارة في ظهر كرة القدم وفي ظهر الرياضة المصرية خلال الفترة اللي جاية علشان ترجع بساعة كاملة إن شاء الله. نتمنى ساعة كاملة، وبالتالي هم قالوا 20,000، أنا ما عنديش مشكلة في 20,000، ولكن كنت أتمنى ساعة المدرجات كاملة، يمكن ناخدها في مباراة الرجاء يعني النادي الأهلي. إن شاء الله في مباراة الرجاء على الأقل تعامل نفس معاملة مباراة الهلال، لأن بالزبط. أنت دي مباراة بقى خلاص، مباراة النوك أوت في الوقت ده من بطولة أفريقيا، مهم جدا جدا خصوصا فريق الرجاء أنه عنده جمهور في المغرب جبار، فلازم زي ما احنا هنشوف جمهور كبير هناك لازم نوري لهم احنا كمان بقى ان احنا اعظم جمهور في القاره كلها. محتاجين يعني نوري طبعًا. لكن هذه هي الحقيقه ان جمهور النادي الاهلي هو اعظم جمهور. فنتمنى ان شاء الله احنا في مباراه الرجاء المغربي يكون في ربع نهائي دوري الابطال